أكيد أنتوا عارفين هذا المؤتمر الصحفي بمناسبة طلبات المصادرة اللي انتشرت عبر الأسبوع الماضي حوالين فيلم بعينه، هو فيلم نوح. اجتمعت لجنة السينما النهاردة لمناقشة هذا الموضوع، وبالمصادفة كانت لجنة المسرح هي الأخرى مجتمعة. اللجنتين طبعا التابعين للمجلس الأعلى للثقافة، وناقشنا مجتمعين كلجنتين مهتمين بقضايا الإبداع بشكل عام قضية فيلم نوح، وتوصلنا لبيان مشترك مفروض مدام سميحة وهي الأكبرنا قيمة وقامة، مش في السن طبعا يعني، هي اللي مفروض تقراه، بس للأسف مجدي خطه على ما يبدو وحش، مجدي أحمد علي، فهي مش هتعرف يعني، قالت ان الخط لسه ما كتبش على الآلة الكاتبة يعني، ف بالظبط. فاحنا بس بنطالبها باعتبارها زي ما قلت هي اكبرنا قيمة وقامة، هتتفضل بكلمة حوالين الاجواء المحيطة بمنع هذا الفيلم من حيث المبدأ يعني، وبعدين هنقرا البيان بإذن الله. وقبل قراءة البيان هنسمع كلمة قصيرة لرئيس لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة الدكتور سامح مهران. اتفضل يا دكتور. تيجي هنا قدام معلش هنستأذن حضرتك هنا عشان بس الكاميرات هنا هيكون الميكروفونات هتغطي يعني. الحقيقة القرار اللي احنا سمعناه عايز تفكير وعايز مناقشة. أنا عايز أقول إن القصص قصص الأنبياء لما بتتعرض سينمائيا الشعب والإنسان بياخد فكرة مكثفة دينية عن حياة هؤلاء الأنبياء الأجلاء. مثلا مسلسل يوسف أو فيلم يوسف شفناه كلنا، اتمنع عن قناة مصر، ومع ذلك الشعب كله شافه والعالم العربي كله شافه، مسلميه ومسيحيه، وحبوا الفيلم جدا وعرفوا حاجات ما كانوش يعرفوها من خلال قراءتهم والقصص، وطبعا كل ده مذكور في القرآن الكريم. فكون انك انت تطلع نبي فبتطلعه بطريقة نقية شفافة محترمة بطريقة دينية. يعني أنا شفت فيلم المسيح اتعمل كذا مرة، اتعمل ليجي 7 مرات اللي أنا شفتهم 7 مرات الحقيقة. في كل مرة بيتكثف الشعور الديني عند الإنسان والحكمة وإجلال الله وتقديس الله بيزداد. هو طبعا موجود بكثافة لكن بيكون الإيمان عميق جدا جدا جدا. فأنا برى يعني وأعوذ بالله من كلمة أنا إن عرض هذه الأفلام ما هيش أبدا مضرة، بل بالعكس هتفيد الإنسان إيمان، وحتزيده قوة، وحتزيده صلابة. فيعني أرجو من الأزهر إن هو يسمح بعرض الأفلام، عرض أفلام من هذا النوع العظيم الجليل الديني الذي يصلح من أخلاق الناس. وشكرا. سامح مهران مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة. المسرح، أنا آسف، المسرح ده، أنا السينما. اتفضل يا دكتور. خلاص أنت خدت كده اللجنتين. داخل كل بلاد العالم دلوقتي منهج اسمه منهج الدياجلوسي. الدياجلوسي هو التفكير من خلال الصورة، بمعنى خصوصا عند الأقل ثقافة. الأقل ثقافة
لما مثلا بيشوف صورة إبراهيم الحبشي وهو راكب على الفيل والطير الأبابيل، الصورة دي بتتكثف في دماغه بما لا تستطيع الكلمة نفسها أن تمارس نفس هذا التأثير. وبالتالي زي ما أستاذتنا الكبيرة وفنانتنا العظيمة الأستاذة سميحة أيوب قالت أن بالفعل هذه الصورة هتكرس لعظمة هؤلاء الأنبياء، وبالتالي هنا تضافر الدين مع الفن اللي هم يعني عمرهم ما دخلوا في تناقض إلا في عصور الانحطاط. وده النقطة الأولى. النقطة الثانية ان اعتقد ان المجتمع المصري نتيجة انفتاحه على العالم ونتيجة ثورة الاتصالات اصبح المنع يعني لا يؤدي الى اي نتيجة، وقد اثبت المصريون انهم مجتمع فيفيد حي قادر على التفاعل، لكن الخروج بشخصيته هي نفسها تظل مستقيمة عبر الازمان والقرون. وطبعا هذا الكلام ليس موجها ضد اي مؤسسة دينية، لان احنا كلنا نجل دور الازهر ووسطيته، ولكن لابد أن ينعم المجتمع المصري بثمار حرية الإبداع كما نعم بثمار حريته السياسية، أو نأمل أنه ينعم بها. شكرا جزيلا. تعذرونا بقى في البيان لو في شوية أخطاء لأنه كتب على عجالة وما لحقناش نكتبه أو نصححه. تسمن لجنتي السينما والمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة دور الأزهر الشريف الرائد والعظيم في بيان وسطية الإسلام واستنارته وقدرته على التعايش مع وسائط التعبير الحديثة في مواجهة أمواج التطرف والتكفير التي كادت أن تكلف الوطن حاضره ومستقبله لسنوات لا يعلمها إلا الله. كذلك فوجئ السينمائيون والمسرحيون والمثقفون المصريون بموقف الأزهر من عرض فيلم سينمائي بدعوى أنه يعرض قصة النبي نوح عليه السلام، وأن المبدأ المستقر لدى الأزهر منذ سنة 1926 هو عدم جواز تجسيد الأنبياء والرسل والصحابة والعشرة المبشرون بالجنة وأمهات المؤمنين بأي شكل من أشكال التجسيد، ورأى أن هذا المنع اللي هو الأزهر يعني هو حماية للعقيدة بتوقير هؤلاء، وكأن مجرد تجسيدهم هو نوع من الإهانة لمقامهم الرفيع. إن هذا المنع لم يمنع الفيلم زي آلام المسيح أنه يتعرض سنة 2004 والناس أسنت عليه كلهم بما فيهم المتدينون منا يعني، ولم يمنع مسلسل زي عمر بن الخطاب أنه يعرض على كافة القنوات، ولم يمنع فيلم الرسالة أن يعرضه التلفزيون المصري أخيرا بعد منع عرضه لمدة 30 سنة. ويهم لجنتي السينما والمسرح أن تؤكد على الآتي: إن مدنية الدولة واحترام القانون هو المبدأ الذي اتفق المصريون على انتصارهم له، وكان لشيخ الأزهر دورا بارزا في تأكيده رفضا للتصادم الوهمي بين صحيح الدين والعقيدة من جهة، وبين حرية الإبداع التي هي أساس الدولة المدنية الحديثة من جهة أخرى. 2. إن رأي الأزهر بكبار علماء موضع تقدير وإجلال، ولكننا نربأ به أن يتجاوز دوره في الدعوة والنصح إلى المطالبة بالمنع والمصادرة، وأن حق الناس في المعرفة دون وصاية واحترام قانون الرقابة السائد هو اختبار حقيقي لمدى جدية مؤسسات الدولة في احترام الدستور ومبدأ المواطنة وسيادة القانون. 3. إن سلاح المنع والمصادرة لا يمكن اعتباره سلاحا فعالا في مواجهة السماوات المفتوحة وثورة الاتصالات، بل إنها تشجع على اختراق القواعد المقررة، وأن الحرية والرد على الفكر بفكر هي أحسن السبل أو السبيل الوحيد لمواجهة أفكار التطرف والخروج على صحيح العقائد. 4. إن التجارب السابقة في التصريح بأفلام عن السيد المسيح وبعض شخصيات التاريخ الإسلامي تؤكد نتائجها الإيجابية في توسيع دائرة التعرف الإنساني على الأديان والعقائد. في النهاية تؤكد لجنتي السينما والمسرح إنها لا تسعى ولا تريد أي صدام مع الأزهر الشريف،
الذي تجله وتحترمه وتقدر دوري وتؤكد في الموقف نفسه إنها مع عرض الفيلم احتراما لحق الشعب في التعرف على كل الثقافات دون وصاية أو احتكار للحقيقة. لجنة السينما والمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة. يعني احنا ما عندناش حاجة نقولها غير تقريبا هو البيان هو فحوى كل ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها، وبنشكر حضوركم وبنشكر يعني ان انتوا استنيتونا اكتر من ساعة، وبنعتذر عن التأخير نظرا بس لطول المناقشات، وشكرا.